نحن أبناء عشائر درعا البلد والسد ومخيم درعا نرفض طلب النظام النصيري في تهجير أي شخص من أبناء درعا خاطبة، ونرفض تسليب السلاح الذي ندافع به عن ديننا وعرضنا، ونرفض دخول أي نقطة للنظام إلى مناطقنا وليس لنا أي تبعية لأي جهة، ونبايع أنفسنا على الموت في سبيل الله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر.